السلام عليكم. سيعرض برنامج مداولة لهذه الحلقة قضية من قضايا مدونة الأسرة. تقدمت المدعية بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي أمام محكمة الأسرة تلتمس فيه الحكم بثبوت نسبها إلى والدها المتوفى. لنتابع. باسم جلالة الملك نعلن عن افتتاح الجلسة. ملف عدد 12/2017. المدعية نوال بنت موسى ينوب عنها الأستاذ بوشعيب شكرة. المدعى عليهم ورثات علي بن العربي وهم زوجته رقية بنت موسى وأبناؤه منها منير بن علي. حضرت رقية بنت موسى وتخلف الباقي رغم التوصل. نوال بنت موسى اشنو كطلبي من المحكمه؟ انا نعم سيدي عندي 32 عام وباسميتو علي بالعربي امي رقيه بنت موسى. عندي خويا سميتو منير خويا شقيقي وعندي اختي ليلى من با. انا سيدي الوالد ديالي توفى في الحبس وانا باقا صغيره ما كنعقلش عليه ودابا سيدي انا بغيت نسجل في الحاله المدنيه. منير جلس لا تخليني نكمل الشغل. وانت جلس الارض اجي هنا فين تبرق ما تحركش يلا جلس الارض. سقتنا بركه من البقره صدعتي ليا راسي. سوقك فيا معلوم سوقي فيك راه انا اختك كبر منك من قول شي حاجه خاصك ديرها. اختي ماما كي ماما انا امي الله يرحمها ماشي هي ماما. قولي كي راه بابا هو باباك. يا ربي دير ليا شي تاويد الخير يا ربي يا ربي. واش هاد الميمون العور يا ربي يا ربي تفاجئها من عندك يا مولانا انا يا كريم يا ربي تفاجئها من عندك. يا كلاباش مالك داوي يا عبو وحدك اش واقع؟ يا اختي شام انا اللي ندوي بوحدي انا قررت ندوي من جنابي. يا كلاباش اش وقع عليك؟ راه هادي رجلي من المحكمه هذاك المشكل ديال نوال. ايه نوال خاصها تدخل تقرا. هي راه خاصها تقرا. ايوا راه دابا ما ساعدونيش يلا وافقوا ربا باش يقيدها. ايوا مبروك يقيدها باك. اه لا كلها ضرباتك الشمش للراس. شوفي شوفي دابا الهضره طويله. إيه؟ سيري قضيه باش تقضي وجي عندي للدار نعاود لك. ايوا انا غاده نمشي نقضي وغاده نجي عندك ندير شي تاويل الخير. والله يدير لك تاويل ويديرنا حتى حنا معاك تاويل. زيد بنيتي زيد يا امي يا امي الله يا ربي الله زيد بنيتي زيد. اوف مالك جدي عليا كتحقر عليا. مالك مع الدري؟ انا كنخمن هو كيلعب لي في بوص الدار. وشغلك انت يلعب خليه يلعب. كيعايرني وكيخرج فيا عينيه من الفوق. على لا باز شوفيه ما بقيتش تغوتي عليه ما عمرك تحط عليه يديك حتى نهار تولدي ولادك وربيهم كيما بغيتي. راه كيعايرني وكيقول لي ماماك ماشي هي ماما ومن الفوق يخرج فيا عينيه. غزا فيك النيت راه قال لك الصح. كون مخلياه بالجوع مسكين ضرك جوع وليدي. ما يا ربي الله اش قال لك لهاد المعيور اش قال لك؟ ياك سنتي معاونه هو ديري لي خاطر حيت ولدك وانا غصم عليا حيت ربيبتك ماشي بنتك. شنو هو شنو ربيبتك وتشرع لك الفمه سيري تبركي شد الرضا وليتي كطير انتيا. هاي هاي عليك هاي 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 غزا فيك النيت والله الا غزا فيك سرك. قتلوني يا اختي صيفطوني للروضه واه ما بقيتش فيك لقاء النهار انا وين نجري حالتي حاله تشفي العدا ما طفيك مخبي لي انا هذا الشيء. بارك عليا من البكا راه باكي عليا الوقت بقيت تغبني عليا تم ديما كتخاصمي عليا غير انا حيت ماشي بنتك. والله غادي يخلصك انا كاع ما داير الفرق بيناتكم تعاريني غير بوحدي. صافي بركه مسحي دمعك بركه بركه ما بقيتش فيك انا لي النهار كامل وانا ضيعه خارجه بلا فطور. نوضي نوضي شوفي شكون نوضي. الله يا ربي الله ضرباتك وليدي ضرباتك. ها صافي صافي لا ما باقيش تخاصم معايا رقية
ورقية يا نعم. واش ندخل ولا نخرج؟ وعلى تي دخلتي باش تخرجي؟ وزيدي زيدي. السلام عليكم. عليكم السلام. ايوا كي درتي خليتك بحال شي وحده خارج ليها العقل؟ قولي لي مالك اش عندك؟ اش غادي نعاود لك اش ماش غادي نعاود لك؟ قولي لي اش درتي في ناوال؟ شنو قضيتها؟ اش غادي ندير؟ اش غادي نديرها اختي؟ اش غادي ندير الشامه؟ كلشي كيف راسك انتيا، راني عاودت لك شحال هذا. دابا نوال نهار كنت حامله بيها باها دخل الحبس. ايوا انا في راسي باها دخل الحبس ودوز 5 سنين ومات ليه يرحمه. لا واه لا واه، الله يرحمه على وجه هاد الوليدات. غا هو اللي ما دار فيها والو، هو مات وما سجلش البنت في الحاله المدنيه. ايوا نتوما غتبقاو ساكتين على هاد الشيء؟ راه خصكم تنوضوا تهضروا عليه. واش هشام انا دابا بنت لك انا ساكته؟ انا النهار عا كنحل العينيا نهار كامل ولا نجري في المحاكم، راني عييت وعيات بيا هذا. لا دابا لا لا ناض واحد عمها، عمها عبد الغني ولا عبد الهادي ولا ما هذاك عبد الهادي. ايه كيتخلطوا عندي العرار ماش غادي. قال لك لا لا حقه ما حقه، شي واحد طيح عليه شي بلان. قال ليه نوض نوض، انا نمشي عند با نقول ليه يقيد لي نوال في الحاله المدنيه. هذا عمك وعمها هي. عمها هي وباكتي. ايه وبا انا. والهبيله واش باغا تقيدي البنت؟ الا قيدتيها عندك في الحاله المدنيه غادا تسمى خصك ماشي بنتك. واه وييه هادشي اللي غادي يقتلني. غادي تولي بنتي اختي. ايوا ملي تكبر واعد. ملي تكبر هاد الصقعه فين يجي الحقيقه؟ ومن تما لتما شما ربي تما. ايوا لا اله الا الله محمد رسول الله، عيط على ديك المقروحه اللي عندك، دير لي واحد الكاس ديال اتاي في الشيبر، انا ضرني راسي الشمس قتلاتني. ليلى ليلى واه ليلى. نعم. وديري الماء يطيب وصوبي السنين نعمرو شي براد ديال اتاي. واخا عادري نقص من السكر. واخا ماما. الله الله شما فين كان مخبي لي هاد الشيء؟ واش صبري برك متهرين اختي قتلتينا. عيت عيت بيا عيت عيت بيا. ماشي قدر الله، دابا كلشي ان شاء الله غادي يتصاوب وكلشي غادي يولي هو هذاك. عين صبري صبري. انا عند الله. ان الله مع الصابرين كتسمعيها. ونعم بالله ونعم بالله. وراني عطيتكم الاشهادات ديال خوتي والجيران والعائله، كلهم كيعرفوا كيشهدوا بلي انا بنت علي بالعربي. شحال هادي باش مات الوالد ديالك؟ ما نعقلش سيدي، انا كنت صغيره. واش عارفه السي احمد الموضوع ديال الشهاده ديالك؟ يا سيدي كنعرفو، كنشهد بلي نوال بنت علي الله يرحمه من مرتو القيه بنت موسى، بلي باها مات في الحبس. واش عرفتي هادشي؟ كان قالها لي الوالد، كان صاحبه في الحبس، وبلي مات قبل ما يدخلها في حالة مدنية. الله يسر. هاك وقع. ايوا سيدنا خليتكم على خير. سيدي الله يرحم لكم الوالدين. الله يرضي عليك. الله يرضي عليك اوليدي. تفضل. ايوا الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام. وكي دايرين؟ بخير والله بنيتي انا والي، لا فرحت لك قداش ما نقولش لك. ربي يخليك لالا شام. ربي يخليك. ما تفرحي ليها، تتحكم ليها المحكمه. لا بتحكم ليها ان شاء الله، غير انت الله يستر عليك لما تلقي ديك الغباشه، وديري في يدك في يد الله باش ربي يعطيك الخير ويفوجها عليك. الحمد لله الحمد لله. علاقته هو بشك. المهم هاد الساعه نخليكم، خصني نمشي للدار. خليك بنيتي تتعشي معنا. لا لا ونهار كامل وانا خارجه، الدراري خليتهم بوحدهم. وبلاتي تيجي خوك ويديك يوصلك. غير خليها مره اخرى ان شاء الله. يلا جلسي بلاتي غير تعشي معنا وسيري مالك. اها وبغيتي مول الدار يجري عليا؟ اما غيجري عليك والو، خلي غير تيجي منير وعمي يقولنا بعدا اش قال لهم العذور، وديك الساعه سيري الا باغا تمشي. والله ما عرفت، غادي نجلس ولكن ما نتعشاش شويه ونمشي. صافي يلا قولي يا ولد خويا، تاك احمد مالو قدام العدولات ولا يدخل ويخرج بالهضره؟ والله هذيك عمي راه الراجل الوحيد اللي وقف معنا في الدار، باش بغيتي؟ تباه مسكين الله يرحمه، كان الله يعمرها دار، اكسبت عليهم صافي. طلع عمي تعشى معنا. لا ولدي ما قالتش، قول لهم بالسلامه حتى الغدا وندوز ان شاء الله. ما جاتش عمي دابا غنطلع نقول الوالده مشى غتبقى فيها الحال.
شوفوا العشاء ديال هو ملي قضينا الغرام. سير طلع قول لهم السلام عليكم. صافي سير عمي. ربك اوليدي. سلامة. ايوا اش غنقول لك؟ اللي فرط كرط. يا لالا شامة، انتي مولاة العقل. انا راه ما فرطش. حنا كتقلب علينا القفه ما كنا عارفين والو. والو. انتوما ما عارفين والو وانا تجي فيا. شكون دابا اللي كيخلص هذا الشيء شكون؟ وبنيتي بيني وبينك الله. انا ما عليا والو تقليدك على داك اللي. تقليدي على من؟ على باك الله يرحمه. الله هو اللي مشى للحبس. وليده راه يزلق فيها جمل ومشى للحبس وخلاني حاملة. علاش تحملي بيا كاع؟ علاش لالا تجيبوني كاع ملي ما كادينش عليا؟ علاش تخليوني في هاد المشاكل؟ انتي نسيتي حشمي بنيتي تقولي لامك بحالك ويلي هادشي ماشي معقول. خليها شامة خليها تبرد على قلبها. خليها ما قلات البراني ما يقول. خليها ماشي معقول. انا اللي خسرت صحتي وخسرت فلوسي وخسرت صفاتي وخسرت شبابي. صافي راه باقا صغيرة ما عندها عقل. ودابا صافي علاش كتبكي؟ اللي معالي انا اللي نبكي. صافي سكتي سكتي. منير فين هو عمك؟ عنده ما يقضي قالك غدا ان شاء الله وغادوز عندنا. اش درتو مع العدول؟ انت شفتي كلشي على عينك. كاع الجيران شدوا بانك انت بنت علي ماشي بنت موسى. واش غندير دابا؟ غتجمع الوثائق ديال المحامي. شنو غدير؟ محامي ثاني. الله يربي على هادشي. راه ضروري باش ترفع دعوى قضائيه لثبوت النسب فهمتي؟ ايه صح. شدوا بالحق. شدوا بالحق ياك لالا شامة. أيه. ياك شهود الدنيا وشهود الاخره. أيه. قدام خوها هو كيسمع اللي قالوه هي اللي كاينه. ايه بصح ما عندكش المشكل داكشي ساهل. واخا حنا نشوف شوفوا هادشي فين غيوصل. رقيه بنت موسى اشنو كتقولي حول موضوع الدعوه؟ وسيدي راه اليوم دنيا وغدا اخره. كاع هادشي اللي قالت البنيه بصح. بنتي نوال ولدها انا مع علي بالعربي وراه ولدي البكر ديالي ولا عمها ولا كاع الجيران شاهدين بهادشي. اهلا اهلا. وانت حرقوني بالدقه. انت واحد ما يحل لي الباب. لا واش نبغاو شي حل؟ راه حتى واحد ما كاين. ايوا فين مشى؟ مشى عند المحامي. محامي باش انت باش بلاتي دخلي. شنو عاوتاني؟ وعيت انا حتى التليفون بغيت ندير الصواب ساعه طافي التليفون بزاف ما كاين باس. جاب الله جيتي انت. الله نظرة كدير مع الخدمه؟ الحمد لله اختي راك عارفه اللي كاين. ايوا الحمد لله ما عندناش وما خصناش. الحمد لله. كدايرين الدراري؟ خلي دوك الدراري غير ما تهضرش عليهم. معصبيني هاد اليومين هادي ما حدهم كيكبروا والشيطانه ديالهم كيزيد تكبر معاهم. ما عندك ما دير صبر اختي. والله الا الاعصاب غير الصبر وصافي. ندير خاطري فيهم شنو نقتلهم. الله يرحم. الله يرحم الله. الله يرحم الله. اوف هنضرب. لاباس لاباس. كي دايره بنيتي؟ الحمد لله زيدتي. دايرين الدراري؟ كي دايره؟ الحمد لله سلاك وصافي. صافي يا بنيتي كرا كي دقيتي تعيتي وصلتي ما لقيتي اللي يحل لك. ايوا نكذب عليك نقول لك ما دقيتش. جاب الله جا منير. كنت غنمشي في حالاتي. نوال مضرة اش درتي مع المحامي؟ والو اختي قال لك خاصني نجيبو شهاده الوفاه ديال برا يرحمه. ها ولا علاش شهاده الوفاه ديال الوالد؟ على هما ما عارفينوش ميت. ما كاين عا خص 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 ورقه تابعه ورقه بحال تقول لي غادي نبنيو عماره. واش بغيتي يلعبوا معاك؟ القانون هذا ياك وهاد التبهدل وهاد الكرفيسلاش كاع الناس كتغلط. زعما هادو اللي باركين على الكراسه ما كيغلطوش. وباص اختي والله الا باص. لا اختي كيغلطوا غامو ما كيديروش بحال الغلطه اللي درتو نتوما وخليتو لنا وحله فيها. عجبك دابا هاد التبرميد اللي انا فيه؟ عجبك؟ الا كان شي واحد غلط هو باك. اما انا ما غلطتش وبلا ما تبقي تتلكي فيا قدام خوتك مشاهدين عليك. انا راه ماشي جبتك من الزنقه راك باك. انت باغا تصيفطيني للروضه انت قالو شي جاندي ما قلتي تبكي اني وانا صافي يلا هي كتبكي. هي كمدي معاد جلست تبكي. تقتلتي. دفاع المدعية كتأكدوا المقال الافتتاحي للدعوة. نعم سيد الرئيس ولنا توضيح. تفضلوا. سيد الرئيس السادة القضاة إن العارضة السيدة نوال بنت موسى مزدادة سنة 1985 من والدها علي بالعربي ووالدتها السيدة رقية بنت موسى ولها أخ شقيق أكبر وهو السيد منير بن علي وأنه نظرا لدخول والدها علي بالعربي السجن من أجل جناية القتل العمد حيث حكم على إثرها ب 25 سنة سجنا نافذة وأنه توفي بالسجن
كما تفيد ذلك النسخة الموجزة من رسم الوفاة المدلى بها بالملف، ولم يستطع تسجيل ابنتي بدفتر الحالة المدنية، مع العلم أن له بنت أخرى اسمها ليلى بنت علي، مزدادة سنة 1980، مسجلة بالحالة المدنية، مما اضطرت معه والدة العارضة إلى تسجيلها باسمها العائلي، حيث أصبحت تحمل كنية نوال بنت موسى. ايه واش غادي نقول لك، شتي هاد البنت لا ما درتي معاها حتى شي حل راك غادي تحصلي واحد الحصله كبيره. ها هي عا حصله وسكتي، وهذه هي الضربه القاضيه، هذه هي اللي غادي تصيفطني للمقبره نيشان. واد الدريه باقا صغيره وزوينه، خصها تدخل تقرا وتعلم الاداب والصواب والكتابه، او غتبقى باركه بحال زعما. انا قلت لا، وانت يا اختي شامة عطيني عقلك، وانت باش غتقرا فينا هما الوراق باش غادي تقرا؟ واش انا كرهت فيه؟ ايوا ليلى، يالله محمد رسول الله. اشوفي شكون يا ليلى، شكون كيدق؟ شوفي شكون. صمك ما تسمعش يا اختي. هذا اللي قهرتني اللي هي والزمان عليا. ليلى الله محمد رسول. شكون؟ ما عرفت. السلام عليكم. اهلا سي عبد الهادي. اهلا. كديرين؟ بس عليك. دايره صحيحه؟ لا شامه كديره. اهلا سي عبد الهادي، لاباس عليك؟ كي داير؟ لاباس بخير. الله يبارك فيك. الدار الحمد لله. انت يا بخير؟ ولا شامه. الف مره مخير راسه. ربي يخليك، الله يطول عمرك. وانا مشيت باش ما كنعاودو نتلاقاو. واخ. سي عبد الهادي سلم لي على مالي الدار. بلغ الله الله يعاون. والسلامه. ولا تغبريش. لا لا الله يلا مسكينه فيها الخير، مره مره تجي تطلع عليا. ولا اله الا الله. راه ترويش مسكينه. اه تقولي لا رقيه، انت كي دايره بعدا؟ واش غنقول لك السي عبد الهادي، على قلت لك انا بخير، كذبت عليك. داك المشكل ديال نوال برزت لي في دماغي والله عظيم. نما ولا قلت لك لقيت لك واحد المانيره نمير واحد جميله، وانا ريتي لي ضربك ضربك على كرش كل قوامل. ومانيره مانيره انت شنو هي المانيره؟ يقول لها تخريجه. ايوا قلت خريجه، وشنو هي التخريجه؟ غتمشي لها لعاد باك ويقيد لك بنتك نوال في الحاله المدنيه ديالو. واش تواكل شي حاجه من غير الخبز؟ على هو اللي مات باقي عاد غادي ينوض من القبر ترشوا عظامه وصاوب البنت الوراق. اه بلا وقالوا لها زغرتي وانت راه ما نزاوي على باه الدريه وداوي على باك انت، باك انت اللي باقي حي وينقل بعينيه وياكل في الخبز. اه دابا باه انا ماشي باه هي. باك انت غادي هذكو الناس ديال الحال المدنيه ديالو وتلغيني الله يرحمها ليك. هذكو الناس ديال الحال المدنيه ديالو. أيه؟ وغادي يمشي يقيد نوال بحال بنته في الحاله المدنيه ديالو، ودابا فهمتيني. وهاد النبيره شكون اللي قالها ليك؟ فين سامعها؟ واحد السيده عندنا جارتي في الحومه ديالنا عندها نفس المشكله، وناضت قيدت على لا بنتها في الكناج ديال الحاله المدنيه ديال باها، والدريه بنتها تبارك الله هي كتقرا بخير وعلى خير بالمحفظه ديالها بالوريقات ديالها. ياك وهاد السيده حتى هي كانت حامله ورجلها مشى للحبس ومات. واللي قالوا الكبيله راه ما تفطوش، واستحالي ناض ما قيلش ولادو راه مات في الحبس، انا هرب للخارج 7 سنين هو غابر ما عرفاتو حي ولا ميت. ناضت دارت هاد المانيره قيدت الدريه مع باها، والدريه دابا راه بخير بوريقاتها كتقرا بخير وعلى خير. واه هي هاد القضيه راه مزيانه، انا ربي راه ما يقولش ليا لا، ولكن من ناحيه الشرع والقانون اش كيقول في هاد الناس؟ داك الشرع والقانون قيدي بنت كون وليني داك كبر كتاي بالكتاي. واخا سيدي دابا نيت ما عنديش ما نصبق، دروك نيت غادي نعيط لبا يجي عندي دابا. هاكا ولا بحالتي في اي حاجه عغوتي ورانا عارفه اللي كاين اللي يخطيك اللي يخطيك اللي يخطيك. والله الا جميله واعره هادي. السيد الرئيس، الساده القضاة، السيد ممثل الحق العام، ان العارضه ترغب في اثبات نسبها الى والدها الهالك السيد علي بن العربي، ولتعزيز ادعاءاتها قامت مؤخرا بانجاز رسم اراثه مضمن بعدد 12 صحيفة 112 كناش التركات 14 بتاريخ 12 يناير من هذه السنة، وكذا رسم ثبوت نسب مضمن بعدد 14 صحيفة، صحيفة 114 كناش 7 وبتاريخ 28 يناير
من هذه السنة، يثبتان نسبها له والمدلى بهما بالملف. هكا يا بنتي نوال، عدة الإرثة ديالكم، وهذه حتى هي ورقة ديالك. ديال الشهادة ديال السي العدول؟ هذه اللي عطيتيني قبيلة باش قلتي لي قراها، على نسيتي؟ إيه الله يفكرنا على الشهادة، هذه الورقة ديال إثبات النسب ياك؟ إيه ديال 12 شهاد اللي درنا عندكم في الدار. هاك وياك الوريقات هما هادو؟ عاد كيبداو يطلعونا ثاني وقلنا باقي خاصينكم ورق أخرين. الوراق اللي مطلوب مني نصاوبهم هما هادو. وأنت يا بنتي خصك تسولي على راسك. إن شاء الله إن شاء الله. وديك ورقة الإشهاد راه اللي فيها تبي أنك بنت علي ماشي بنت موتى، حافظي لها حتى هي. لا صافي راه اللي عطيتيني انت ولا عطاتني اختي ليلى ولا دار لي خويا منير، راني نزيدهم على هاد الوراق. هاك هاك يا سيدي الله يكمل بخير. الله يرحم والديك. شكرا سيدي. الله يرحم الوالدين. الله يرحم والديك. هذا من يلاه بنتي زيد. ودابا حنا هاد الوريقه ها هما كاملين ان شاء الله غيكون خير. هاتيها لي دابا، هاتيها ونشوف هاد. السيد الرئيس، السادة القضاة، السيد ممثل الحق العام، حيث ان جل الشهود اكدوا على ان الأب الحقيقي للعارضة هو الهالك علي بن العربي، وقد أدلينا بالملف بإشهادات مصادق عليها من إخوة العارضة شهدوا فيه أن العارضة هي أخت لهم، وأن سبب عدم تسجيل والدهم لأختهم الصغرى بدفتر الحالة المدنية راجع إلى وجوده وقت ولادتها بالسجن، كما أدلينا بإشهادات كتابية لعم العارضة يؤكد فيها أن العارضة هي ابنة أخيه المتوفى. كون خريب عمي. اهلا كده عمي لاباس بخير الحمد لله. زيد دخل. كيداير وايده لاباس عليها؟ لاباس الحمد لله. تفضل. انت انا زربان مورين الدار كيتسناوني. المهم انا تكاد اشهد دابا راه عندك ثلاثه وكلهم كيقولوا بانك انت بنت علي ماشي بنت موسى. دابا هذا دابا ديال كاين ديال خويا وديال اختي ودابا هذا الثالث ديالك. هو هذا الثالث ديالك. واش غنقول لك عمي الله يخطيك سمح لي معذبك معايا. الله ودي هذا راه واجب ابن خويا. ودخل زيد دخل شرب كاس ديال اتاي. نروح هذا الثاني ودابا دابا يلاه سلامة بنتي. يلا سلمي على الوالدين. سلامة عمي. الله يرحم الوالدين. سلامة سلامة. لكل هذه الاسباب نلتمس من المجلس موقر، اولا من حيث الشكل قبول الطلب، ثانيا من حيث الموضوع القول والحكم بثبوت نسب المدعية على والدها علي بن العربي مع نفي نسبها عن المسمات أرقية بنت موسى، ولمجلسكم الموقر واسع النظر. الكلمة السيد ممثل الحق العام. سيد الرئيس، السادة القضاة، إننا نؤكد ملتمساتنا الكتابية المدلى بها بالملف، مؤكدين أنه بناء على المقتضيات القانونية المشار إليها في الفصول 1 و8 و9 من قانون المسطرة المدنية والمواد 150 لغاية 162 من مدونة الأسرة. سيد الرئيس، السادة القضاة، بناء كذلك على المقال الافتتاحي المقدم من طرف المدعية بواسطة دفاعها والمؤدى عنه الرسوم القضائية والذي تعرض فيه أنها مزدادة بتاريخ 1985 من والدها علي بن العربي ووالدتها رقية بنت موسى وأن لها أخ شقيق منير بن علي بن العربي وأخت من جهة الأب ليلى بنت علي بن العربي، ونظراً لدخول والدها علي بن العربي للسجن بعد أن حكم عليه ب 25 سنة سجناً نافذاً من أجل جناية القتل العمد، لم يستطع الأب ديالها تسجيل الإبنة بدفتر الحالة المدنية مما دفع معه والدتها إلى تسجيلها باسمها العائلي
وهكذا أصبحت تحمل اسم نوال بنت موسى. ليلى. نعم. حلي بنيتي باب الدار دقت با هادي. واخا. يا ربي دير شي زوج الخير. زيد ابا زيد مرحبا بي. ها خليك ها خليك زيد. كديرة بنتي؟ الله يحفظك. ديرة مصحة بنتي لاباس عليك بخير الله يرضي عليك. زيد ابا زيد مرحبا بك دخل. كديرة بخير. كي بقيتي انت من هذيك المنزلة ديال البرد؟ شوية بنتي شوية الحمد لله. الحمد لله. كي دايرين الدراري يا بنتي بخير؟ الحمد لله. اللهم لك الحمد. واش غادي نقول لك ابا؟ نكذب عليك الا قلت لك انا بخير، انا ما حنا من جهة بنتي نوال. ما كنعش ابا من جهتها. عرفتي ابا علاش عيطت لك؟ دابا عم الدراري جا عندي قال لي شي جارتهم وقع لها نفس المشكل اللي وقع ليا. وناطة سيدي مشات عند با ويقيد ليها الوليد في الحال المدنية. انا بغيتك با تقيد لي انا في الحال المدنية. شتي با انا ما بغيتش بنتي ضاع لها مستقبلها، بغيتها تقرا وهذا العام خصها تدخل المدرسة. واش فهمتي با؟ واخا تعاون معايا با انا مزوجة. صافي كوني هاني يا بنتي. اللي يخطك عليا. لا لا بنيتي لا بنتي اللي يخطك عليا. شوف با شوف حنا غادي نطلعوا نهبطوا ونديروا الجهد الى جهد الله حتى نقيدوا البنية باش ما يضيعش لها مستقبلها. ان شاء الله بنتي ان شاء الله. اسمح لي با اسمح لي اللي يخطك عليا با اللي يخطك عليا. وانت برك حالي وعالم راه انت عرفتي كلشي اش وقع من الاول حتى الاخر. صافي اللي يخطك عليا با اللي يخطك عليا. غير هو با هذا الشيء غنمحنك شويه حيت هذا الشيء فيه طلع وهبط ولكن غنصبروا با على وجه بنيتنا غنصبروا. صافي با. صافي كوني هانيه بنتي وخا يطلب الوقت ما نضيعوش لا المدرسه ديالها بنتي. ليلى. ها ليلى وري بنتي الصنياري. ليلى. واخا هاني جاي. يلا المهم انت يلا ديك ما تمحنتي با في الطريق. شويه الحمد لله شويه بنتي صحيحه شويه. وحنا غاديين غاديين عفسه انا غادي في الكبر ما غادي في الصغر. ليلى جيبي خبز وجيبي هذاك الشيء. لا حول ولا قوة إلا بالله. شو هاد نوال مسكينة ما عندها زهر. وتا كنقولو كملنا كاع الوراق عاد كيطلبو لنا ورقة أخرى. هلا. عمي الحاجة ما وقفاش على الصح، ديما فيها المشاكل. وقدر الله كيتصرف أولدي. بردم كيخربق بيديه، كيبدا يقول القضاء والقدر. كيفاش؟ دخلنا عليك بالله هذا بلان دابا. فاش حطوا الدرية في سمية با حاطينها في سمية جدة. أنهاك الله ولدي أنهاك الله. أرمكم معذورة وانتم كنتوا صغار وتسدوا في وجهها جميع البيبان والدرية خاصها تقرا وكاين نديروا نلقاو مربعين يدينا ونشوفوا فيها. طالبي لي لقى ديال الزواج ديال امك غندير لي دابا منين غنجيبو انايا؟ غتجيب غنجمعوا الشهود ونصوبوا لها العقد. فيها شي حاجة هادي وجمعت ثلاث الشهود. يلا لا حول ولا قوة الا بالله. أنا سيتي غنتكلف. عجبتيني يا عمي والله تنشعل عليك واحد القارة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا غنشالو لبرا. والله يرد بك. وأنها ترغب في إثبات نسبها لوالدها علي بن العربي ونفي نسبها عن المسمات رقية بنت موسى مرفقة مقالها هذا برسم إراثة ورسم ثبوت النسب موجز من رسم وفاة علي بن العربي وإشهادات عرفية ونسخة من رسم الولادة. سيد الرئيس، السادة القضاة، حيث إن هذه النيابة العامة وبعد اطلاعها على الوثائق والمستندات الموجودة بالملف وبعد مناقشة القضية وبعد التأكد من مدى توفر الشروط الشكلية المتطلبة قانوناً في الدعوى تبين لهذه النيابة العامة أن هذه الوثائق المدلى بها بالملف هي غير كافية لتعزيز طلب المدعية، ذلك أن هذه الأخيرة لم تدلي برسم زواج أمها رقية بنت موسى بالمتوفى علي بن العربي. يا بارك بنيتي من البكا كو كان البكا ينفع كراني بكيت معاك بالليل وبالنهار. البالي انا ماشي خاصو يبكي، البالي انا خاصو ينتحر ويتنقى من هاد الدنيا. لا وامو انتي لا وانا مزوقه فيك على الشيطان. قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طلبي الله طلبي الله يدير لنا شي مخرجه بنتي دابا يفاجئها سيدي ربي. انتي كتعرفي الله وكتعرفي الله كاع ما تبدري العقد ديال الجواز ديالك وتخليني انايا تالفه بحال هكا. انا
ما وضرت بنيتي والو، راه باك راه باك ملي تقبض في الحبس بدا معاه كاع الوراق، ونهار مات باك بنيتي دفن سرو معاه، وانا ما لقيت لا ورقه لا جوج، ولي دايره بحال البهيمه ما عرفت فين نمشي. انا هي البهيمه الكبيره، انا هي البهيمه اللي ما عندي لا ورقه لا جوج مع الناس، انا هي البهيمه اللي فين ما نبغي ناخذ شي ورقه نفرح بها يقول لي جيبي ورقه اخرى. عجبك دابا هادشي؟ عجبك؟ عجبك؟ ويلي على الدريه، ويلي تسطات ليا البنت، ويلي البنت حماقت. السلام عليكم. وعليكم. هياك لاباس اش واقع عاوتاني؟ واش غنقول لكم مانتي؟ على قلت لك انا لاباس كذبت عليك، راني عاصبه راه وصل عنبي. منير خلعني لبسي جلابتك وجري جري جري للدار، شنو واقع؟ اختك بنيتي راه كانت في المحكمه اليوم وطلبوا لها اوراق اخرى. اوراق الوراق الوراق ديال اش هاد الوراق عاوتاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طلبوا لها العقد ديال الزواج ديالي انا وباك. ايوا وعلا انت ما مزوجاش با؟ قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مزوجين بنيتي على سنه الله ورسوله، ولاني دابا فينا هو العقد وفينا هو هاد العدو اللي كاتبنا ويمتى وهذا الشيء كله راه ما تجري. ويلي 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 ناول دابا تلقاي الفقصه غادي تقتلها. راه من الصباح هي كتغبن عليا، سيري دخلي عندها انا اللي غادي تطربق لي القلب. ناول ناول ناوالي 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 نوضي. كل مشكلة وليها حل. مالك صاحبتي؟ اختي انا مشكلتي محالة مش عندها الحل. الله يهديك، راه الناس كاملة عندها مشاكل وعندها الهموم كتر منك وراه كتحل. كبري عقلك واخا عاد تمشي للمحاكم والله تتبقى انت تضحكي على المشكل اللي عندك. صافا صاحبتي وكوني شوية كبيرة. لا اختي انا بانت لي مشكلتي حتى حد ما عنده بحالة. صاف صاف راه مشكل بسيط ان شاء الله. ما حنا غير بحديتك صاحبتي راه حنا محلين. قالت لك امك الورقه اللي خاصاني ثاني؟ قالتها لي. ودابا غنقولي لي اختي دخلت لك بالله ما قولي لي واش كاينه شي مره كتسمح في العقد ديال الزواج ديالها؟ راه بزاف على الجهل، راه بزاف هذا الشيء. وماشي خاطرها الله يهديك. انا هو كبري عقلك صاحبتي شويه. انت راه ما كتعرفيش الوالد، راه ورقه واحده ما تعرفيش فين كيحطها. راه حياته كلها هكاك، مشى للحبس مات وبقينا شايفين حتى ورقه ما بقينا نشوفوها. كبري عقلك صاحبتي، هي غادي تسطى في جهه وانت هي هنا كتبكي. كوني يا صاحبتي كبيره شويه. ويلي ما كتشوفيش حالتها كيفاش ولات مسكينه؟ لا وماشي انا حالتي كي دايره، ماشي خاطرها. وصافي صاحبتي انت مولات العقل، كبري عقلك وتحكي معها شويه وتقلبوا على الحل هي بشويه بشويه وان شاء الله يكون خير. يلا 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 تحيك صافي دابا خليني وصافي خليني يلا صافي يلا انا غادي نمشي نعاونها ونضحك معها شويه ونهضر ما تعطليش. وصافي وصافي خليني دابا وسامحه في ولادي باش نبقى نتقاتل معكم نتوما. يلا ونوضي يلا ما تعطليش نحسب خمسة دقائق ما تجيش غنجي نحيح. ايوا واخا صافي. إضافة إلى عدم الإدلاء بنسخة من القرار الاستئنافي القاضي بإدانة علي بن العربي من أجل جناية القتل العمد والحكم عليه ب 25 سنة سجنا نافذا، وذلك حتى يتسنى لنا معرفة تاريخ ارتكابه للجناية المذكورة ووضعه بالسجن لمقارنته مع تاريخ ازدياد المدعية. السلام عليكم. عليكم السلام. اش تكرجعتي دغيا ياك لاباس؟ ويلي عندك لك شي خبر ما فيها ما يطلبخ؟ راني عارفك العود الملاطي كتجيب على الخبر الملاوط. اشني هاد الخبر اللي جاي؟ والو المحامي قال لك هذوك الوراق ما كافينش، خاصة واحد الورقة مهمة. وديالاش هاد الورقة؟ خاص قرار استئنافي في تاريخ النهار الأول الوالد دخل الحبس تبت أنه قاتل ودوز 25 عام. وهاد الورقة اش بغاها؟ لهاش ما ولاش؟ باش يقارنوا تاريخ نهار الأول دخل الحبس مع تاريخ الميلاد ديال نوال. يا مش طب وهذه كاع ما كانت على البال. فكها معاهم. واش غنديروا دابا؟ ديار ديال مولانا غنفكروا فيها. فكروا فيها. غتجيب الاخبارات الملاوطه علو بالله. يا بنيتي على الشيطان، واش انت ما عييتيش من هاد البكا؟ انا ولا بنيتي على الشيطان. الله يرضي عليك الله يرضي عليك.
راه عمرها بني جلبك ما كانت يحل المشاكل. فهذاك خليني عليك، اش ما كتشوفيش هاد العائلة؟ فما نجيب ورقة يقولوا لي جيبي ورقة أخرى. عييت أنا عييت. واش غادي نديرو بنيتي؟ راه الصبرة بنيتي غادي يقطع كل شيء، أنا مزوقة فيك. عرفتي اش غادي ديري؟ نوض أمومتي، الله يرضى عليك، غسلي وجهك وبدلي حويجاتك وسيري عند أختك بدلي شوية الجو. بغيت نمشي عند تاهت صافي، خليني من باغي نمشي عند تاهت، ما باغي نشوف تاهت، ما باغي ندير تا حاجة، وخليني دابا. وانت راه صبتي تبكي، ما انا راه قلبي راه ولا دم. وابكي اختي ابكي، وايلي الله يلعن الشيطان. واه سمعتي يا وليدي منير، الله يرضي عليك، هاد المشكله راه ولات كتهمك حتى. ما كتهمني حتى حاجه عمي، ما عندي مشكله مع حتى واحد الحمد لله. انا كيفاش ما كتهمك حتى حاجه؟ راك سمعتي بوليك المحامي اش قال؟ اش قال المحامي؟ وقال لك اسيدي خصكم ترفعوا دعوه في المحكمه. نوال خاصها ترفع دعوه في المحكمه. وي لا لا نوال الصراحه هي راه ماشي مهم حتى ولا نوال، المهم هو ان هذه الدعوه خاصها ترفع باش تثبتوا المحكمه بان باكم كان مزوج بنكم ونبي عليه الصلاه والسلام. طب انا راه ماشي ما بغيتش نرفع دعوه. ها عقلتي اخر مره ضربت؟ اين اخر مره؟ حتى ديما مضارب. اخر مره ناقش محمد ولد الجيره. عقلت عليها. خاصك طلع لي الدم وقطعت الاوراق ديالي. دابا انا خاصني نرفع دعوه على راسي، خاصني ندعى مع راسي، فهمتي؟ الله يرضي بك الله يرضي بك. زيد الحال من قدامي، زيد الحال من قدامي، لا حول ولا قوه الا بالله. سمعيني، ما تبقاش فينا تنوضي، انت السبب، انت السبب، انت السبب، باك هو السبب ماشي انا. ياك اختي با هو السبب، وريني فينا هو هاد با، جبد ليا يعني دابا يفك لي هاد المشكل ويجيب لي حاله مدنيه ديالي ونتهنا حنا كاع من هاد المشاكل اللي حنا فيهم. حيت هو مرضي الوالدين، حيت هو ضربها بموتها وارتاح مع قبه وخلاني انا عاطيه وجه البيت النار. ايه دابا شتي كتغوتي عليا، دابا بلاصه ما تعاونيني وتوقفي معايا وتبريني زاد عليا ياك وكتغوتي. وانا على الشيطان راني انا امك ماشي عدوتك، انا على الشيطان. ولا بغيتي تثبتي راسك بانك بنت علي ماشي على كرامتي، وانا على الشيطان شويه. واه راه قالك اللي غلب يعف. اخا لا العافيه هي اللي غتشعل فيا انا ونتهنى منكم كاع هاد المشاكل كامله. العافيه بغيتها لي انا ونتهنى منك ونكماتك. الو كي داير اختي لاباس؟ ما بقيت اختي واجد، راني واصله في العظم غنموت بالفقصه. والله يهديك الله يهديك، غيب شويه انا والله يهديك. اش واقع؟ راه حنا معاكي، غيب شويه ان شاء الله المشكل ديالك غيتحل. واش نبقاو كنهضروا هاد الهضره ونبقاو نعاودوها عاوتاني؟ يا اختي واقفين معايا، واقفين معايا تمك، هي مصباحيه واقفه معايا وحدايا وكتنقول وكتغوت عليا وكتفقصني. انا هو الكبر عقلك، راه انت مولات العقليه هاد البنت. غيب شويه ان شاء الله راه ما يكون غير خير. يلا خليني خليني دابا الله يعطيك الصحه، خليني نقطع صافي، راني ما قادش نقول شي كلمه ولا نهضر، خليني عليك. يلا سير صافي صافي سير، راح نبقى معيطه لك. يلا بالسلامه. خاصني العقل تاع انا مشكلة. سيدي الرئيس، السادة القضاة، حيث إنه إضافة إلى عدم كفاية الوثائق المدلى بها من طرف المدعية لتعزيز طلبها، فإن المحكمة هي ملزمة بإجراء تحقيق دقيق ومعمق بين كافة الأطراف وكل ما يفيد في النازلة، وذلك للوقوف على حقيقة الأمر. سيد الرئيس، السادة القضاة، لكل هذه الأسباب نلتمس من المجلس المقر الحكم بعدم قبول الطلب، ولمجلسكم المقر واسع النظر. مداولة لجلسة. بعد أن تتبعنا القضية تمسكت المدعية في جميع مراحل الدعوة بطلبها الرامي للحكم بثبوت نسبها إلى والدها المتوفى. التمست النيابة العامة التصريح بعدم قبول الطلب لعدم الإثبات. ملف مداولة لهذه الحلقة، قضت المحكمة بعدم قبول الطلب لعدم الإثبات، حيث إن المدعية لم تدلي برسم زواج الأم ولا بالقرار الجنائي الاستنافي القاضي بإدانة الأب، لتقرر المدعية رفع دعوى جديدة. لنتابع. لالا نوال، إن شاء الله كل شيء غادي يتصلح، مسألة مسألة وقت. وأستاذ، واش دابا المحكمة حكمت علينا بعدم قبول الطلب وأنت كتقول لي مسألة وقت؟ مازال عندك الحق باش ترفعي دعوى اخرى.
والباقي خليه عليا. ايوا تسمع له الساده السيري يقولها بنت خويا الله يهديه. واخا استاذ دابا اش خصنا نديرو عاوتاني؟ مدام رقيه اللي هي مرات المرحوم ما عندهاش عقد الزواج، على هذا الحساب خصنا التاريخ ديال الزواج ديالهم، وهذه مساله سهله ممكن تبحثوا عليها وتقلبوا عليها وتجيبوا لي هذا التاريخ. وعمي دابا تعاقل، قول لي واش عاقل على تاريخ الزواج ولا ما عاقلش؟ لا عقلنا ما عاقلش، لما ناش انا وخويا درنا عرس في نهار واحد. مزيان اللي دابا عندكم هذا التاريخ بي غادي نمشيو للمكتب ديال الحفظ وغادي نخرجوا نسخه ديال العقد والباقي ضربوا عليا. ولكن بقى حاجه واحده. اشنو ثاني؟ اما هي استاذ خصكم ضروري تعرفوا ليا وقتاش تحكم على المرحوم. عاقل عمي انت تحكم؟ ولا شكون اللي كان يطلع وهود معاه المحكمه ديما غادي معاه جيمة؟ انا عاقل على المحكمه وعلى القاع وعلى النهار اللي تحكم. وكيفاش داو الحبس؟ هذيك اللي تقولها البطاقه اللي كانت المراه تمشي تزورو بها انا لامها لها درك عندي. هذيك البطاقه اللي قلتي راه مهمه لعندك لان غادي يكون فيها رقم ديال الاعتقال ديالك. فيها واحد النيميرو. ها ايوا انت استاذ هو عنده كلشي. هذاك الرقم راه مهم اللي غادي يكون في البطاقه لانه به غادي نخرجوا نسخه ديال الحكم وهو اللي غادي يدلي به بالملف وما غادي يكون الا الخير. الله يرحم من قبل. والله يا ربي هاد المره يا ربي. وات يا ضحك على كلشي غيكون بخير. انت اش نضحك مي شويه تزكيتي. راه واحد صاحبي خدام معايا هو سير عشاك في الكوزينه. مع الشي امي علاش ما نعستيش؟ حنا انا باقي كيحلى ليا شي نعاس. انت ما فراسك ما يتعاود؟ لا اختك راه غدا عندها جلسه. الان يا امي داكشي ساهل غيدوز بخير. تكوني معاها؟ انا غنخليها بوحدها. مزيان كتعرف الوقت اش تجيب. المهم انت راه عزيزه عليا امي. غنمشي الناس. صباح الخير. الله يرضي عليك. ها ولد خويا خصو يتصبر وصافي. هادشي اللي كان راه قلتها لك لا ما تضربش. اش ضربتي راسك اختي؟ ايوا غير اتي ما درت والو. عرفتي الدراري خليتهم مع جارتي قلت نشوف غير شنو دارت ناول. ما عرفناش شنو دارت. الله يكون كلشي داز على خير. عليك يا مولانا. الله يسهل الامور يا ربي جبتي سير. خويا عمي شي كاس. ودي راه ما فينا ما يشرب كنتسناو النتيجه وحلا كنتسناو ما عرفتهاش. السلام. ها هي جات. باركي لي اختي باركي لي اختي. وعلى السلامة. مبروك مبروك. سلام. ولا ما تعرف بيك. على السلامة. على السلامة. على السلامة. على السلامة. بركم بركم. الله. ايه والحمد لله. أخيرا يا اختي أخيرا مورا هاد التجربة هذا أخيرا قبلوا لي الطلب. الحمد لله الحمد لله بعد جهدنا ما مشاش هكاك. أييه. ام تقلو حملك نتهزها على كتافي. الحمد لله اللي طول الله في عمري حتى شت بنيتي خدات حقها. دابا الا بغات تجي الموت مرحبا بها نمشي مهنيه عليها. وقف معكم ولا لا؟ هاو ها ايوا عطيني الزغليطه وكب تاسي كب تاسي. الى هنا تنتهي هذه الحلقه. الى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله ومع ملف اخر.